الله يبارك فيك يا رب، ميرسي كتير. شويه دابا ولا احسن دابا منين شفت الناس. هلا طلعت عليهم من تحت شفت الناس فاجتني شويه هين، بس بالاول كنت مستصعب الشيء شوي لانه اول مره، يعني اول عرس، فراح يكون غريب شوي علي يعني. خاصه انا عم عايش بعوايد وتقاليد غير عوايدي. دابا غنركب غندير هذا الاكسبيرينس. ركبتوا بالعماريه انتوا؟ ركبتوا بالعم بعد؟ بدي اسال حدا ركب. العماريه شو وضعها؟ زوينه؟ زوينه. اوكي خلص صافي زين. بصراحه من قلبي بغيت هذا النهار يكون احسن نهار بالنسبه لماريا وعلى قلبها، لانه تعبت كثير ماريا بهذا النهار. بصراحة عملت اغلب التحضيرات للعرس، كانت عم تعملها لحالها، انا ما كنت معها، كنت عم بشتغل بلبنان وهي كانت من لبنان عم تزبط كل شيء، عم تتصل وعم تعمل برا برا برا. فشابو بقى لها على هالتعب، وبتمنى كل هالتعب اللي تعبته تلاقي تنبسط بنهار وهيك. وهلا كثير مبسوط فيها، وان شاء الله يا رب تضلها مبسوطه. وبوجه لها رساله من منبركم، بقول لها انه انا بدي ضل شخص اللي بساعدك وبرد لك حياه حلوه وزوينه، ونبقى مع بعض ونجيب اولادنا وتنبسطوا فينا، وان شاء الله هيك نضل ايامنا حلوه يا رب. ماريا، اولا كان بغيك وكانت سطع عليك. انا فرحانه بزاف ومخلوقه بزاف، والله يدوز هاد الليله على خير. غادي نركب في العماريه وفيها شي شويه الخلع. حيت ملي كنت صغيره كنت كنخاف نطيح من العماريه، ديما كنحل مراسي روسو وتحل مراسي طايحه. ولا يدير هاد الليله اختي، لا يديرها. ميرسي بوكو. نبغي نقول ليه بلي تمغي بزاف، وبلي كنتمنى انه يعجبو الحال اليوم وينشط معنا، وكنتمنى انه يدوز الويله زوينه وتعجبو التقاليد المغربيه، ويشوف هاد العرس المغربي اللي كلشي تيهضر عليه يشوف كي داير ويعيشو.